بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد، مساكم الله بالخير. اليوم عندي أكلة أندونيسية اللي هي رندانك توكا. طبعا كلمة رندانك بالأندونيسي يعني إيدام، فالأكلة هي اسمها توكا. هي طبعا لحم بقري بالنارجيل. طبعا شرق آسيا كلهم يستخدموا البقري، ما يستخدموا أي نوع تاني. هنا عندي نص كيلو لحم بقري مقطعتهم زي اكتشفت كده مكعبات. طبعا عندي هنا كاسة كبيرة كوكونات ميلك، وعندي كمان نارجيل ناشف، ملعقتين سكر، زيت. طبعا عندي بصلة، هحتاج طبعا جينجر، فلفل سبايسي حار، توم سري، عندي كميري. طبعا هذه البهارات كلها تلاقوها في البقالات حقت الأندونيسيين. طبعا عندي خولنجان فريش، طبعا هنا الكركم طبعا برضو فريش، وعندي ورق ليمون. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. طبعا هم يسموه اسمه سلامي، فطبعا نقول بسم الله ونبدأ الطبخة. وطبعا ملح وفلفل أسود وزيت. طبعا عندي بصلة هقطعها 4 وهحطها في ماكينة تحضير الطعام. 3 فصوص ثوم بالضبط، 3 كميري، الباذنجان. طبعا هذا كله هطحنه، اعمله خليط ناعم للطبخة، والجنزبيل كمان هحط شوية موية وهطحنهم كلهم. هذا هو عندي البصل زي ما انتم شايفين، الطحن ناعم. طبعا الكمير بيشبه القعقع عندنا، شوفوا كيف بالطريقة تلاقوه في السوبر ماركت الأندونيسي. نروح للخطوة الثانية. بسم الله، والمرة هحط ملعقتين زيت بالطريقة هذه، وهضيف طبعا السري، وهضيف كمان سلامي اللي هو والفلفل الحار. طبعا عشان اخذ نكهته يطلع نكهته في الزيت كده، يديني ريحه حلوه. بس دقيقتين مو اكثر. هضيف دحين الكوكونات الميلك اللي هو عندي عباره عن كاسه كبيره، هحطه هنا. وهقلب لغاية ما يبدأ يفور عندي الكوكونات ميلك، بعدين أضيف البهارات اللي أنا طحنتها في الماكينة، البصل والثوم والحاجات. هضيف دحين البهارات على النرجيل اللي هي طحنتها كلها مع البصل، وهقلب كمان 5 دقايق. بعد كده هضيف اللحم. طبعا الاكله هذه تختلف، طبعا احنا عارفين الواحد اللحمه والمرة يحمسها مع البصل والحاجات دي، لا هذه الطبخه طريقتها شكل ما شاء الله. لو تشموا الريحه، اللهم صل على سيدنا محمد، ريحتها مره زاكيه على قولهم، حلوه. هضيف اللحمه وهقلبها لمده 10 دقائق، وبعد كده لما تبدا اللحمه تفور مع الخليط هذا هوطي النار عليها واتركها لغاية ساعة ساعتين، لانه لازم اللحمة الطبخة هذه لازم تكون عندي اللحمة مرة مستوية لينة لازم، فتاخد راحتها على الهدوء. بس في البداية ابدأ اقلبها لغاية ما تتفاعل مع الخليط، عشان طبعا عارفين كوكونات ميلك عشان لا يتحرك. بعد كده بس تفور حر، حوطي النار عليها واتركها زي ما قلت ساعة ونص ساعتين لغاية اللحمة ما تستوي عندي مرة واحدة. هضيف ملعقة ملح ما اكثر، وكمان نص ملعقة فلفل اسود، وحغطي الطبخة واخليه على الهدوء خلاص.
لغاية ما تستوي إن شاء الله. هذه اللحمة بعد الساعتين دحين هحط لها الكركم الفريش. لسه برضو ما خلصت، هسيبها كمان نص ساعة لأنه لازم أبغاها تكون ما فيها مرقة مسبكة. هتركها كمان نص ساعة. هحط قرابة 4-5 ملاعق نارجيل لأنه هذه الخطوة المهمة في أكلة التكة الأندلسية. وحنتبه أبغى لونه كده بني حلو، مو ما يسود عندي. طبعا النارجيل على طول لأنه في مادة دهنية في زيوت فيتحمص عندي بسرعة يحمر، فانتبه لازم يكون يدي دايما أقلبه. ما شاء الله تشم ريحة النارجيل المحمص بقى ريحة حلوة. كمان دقيقتين 3 دقائق بس أبغى كمان لونه بني شوية خلاص، وأشيله وأحطه في صحن. بعد كده نفس الطاوة حكرمل ملعقتين السكر اللي عندي. هذه كلها طبعا هذه تلزم أكلة التركة الأندلسية. نفس الطاوة حقت النارجيل هحط السكر حكرمله. من يوم ما يتكرمل السكر هحطه فوق النارجيل اللي حمصته قبل شوية البني. طبعا التو السكر عارفين الواحد لما بيكون حار يعني اي نقطة منه على يد الانسان لا سمح الله لطيف مرة شديد، فانتبهوا. الملعقتين السكر اللي كرمتها هحطها فوق اللحمة الفريدة هذه، هاخد شوية وهسيبها كمان لغاية ما تتسبك، كمان أبغاها تتسبك. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله تبارك الله خلاص الأكل عندي اتسبكت. دحين احط لها النارجيل اللي انا حمصته. طبعا تتغلف بالنارجيل، واحنا حطينا السكر المكرمل عشان يساعد انه النارجيل الابصال اللحمه تتغلف فيها. طبعا الاكله هذه تتاكل مع رز الياسمين. اجهز الاكله في الطبق واوريكم. هذه عندي الأكلة التركة كده خلاص جاهزة. هذا طبقنا اليوم الإدامة الأندنوسي تكة زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله، وطبعا معاه الرز التايلاندي اللي هو رز الياسمين. يا رب تكون الأكلة إن شاء الله عجبتكم بالعافية. لو عجبتكم حطوا لي لايك ولا تنسوا الاشتراك وشكرا.